أنا ببقى معتبر إيه يا فندم إنه جزء من الحرب النفسية اللي مورست على الشعب المصري خلال السنوات الأخيرة إنه عشان يسكتك ويخفض صوتك ويخليك تتراجع فيقول لك أنت بتنافق النظام أو أنت بتطبل للنظام فأنت إيه؟ بتكش بتكش آه. هو ده اللي أنا عاوز أوصل ليه اللي هو مصطلح المصطلح بص ده بص محمد إحنا الرئيس خد كام صوت؟ لا واحد. إحنا بنتكلم في 21 مليون و أنا هبص لها من زاوية تانية. كم في المية يا ترى لما هنبص على الأرقام التفصيلية يا دكتور محمد كم في المية من 21 مليون دول؟ يعني بنتكلم هنجيبهم بالتفصيل. لا أنا لو عايز أعمل تصنيف ال 21 مليون يا ترى كم في المية منهم فوق سن ال 30؟ ليه بسأل السؤال ده؟ لأن فوق سن ال 30 حتما هو متزوج 21 مليون 835 الف مظبوط 387 عظيم تمام عايز اخد منهم اشوف كم في المية منهم ارباب اسر يعني اباء وابناء اباء وامهات ده معناها ايه؟ ان ستك هتضرب الرقم ده ها لو بناكل متوسط الاسره يا سيدي اعتبره 2 أو 3 يبقى انت اللي حصل هنا ايه؟ ده ما كانش تصويت افراد ده كان تصويت وطن وبيوت وبيوت صحيح خد بالك وطن وبيوت لما تحسبها بمنطق البيوت معناها ايه؟ ان ده دي امه مش مواطن نزل حط صباعه في الحبر ومشي لا ده هو جاي حامل على كتفه مسؤوليه بيته خد بالك لان ولاده ولادي ولادك بقوا بيناقشوني يا دكتور محمد صحيح انت نازل ليه يا بابا؟ ما بترد احيانا تقنع واحيانا ما تقنعش لا تقنع لكن في النهايه بتقول لهم انا نازل عشانكم فبيسمعوك وبيصدقوك لان الاولاد دايما عندهم ثقه ان الاب والام بيكافحوا عشان الولاد عشانهم فبالتالي انا شايفها اكبر من كده بكتير عشان كده بقول لك الشعب ده ما نزلش ينافق بالعكس ده الشعب ده نزل يحط على كتاف الرئيس القادم التزامات